بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنجاوب على سؤال: هل من الممكن حماية الذاكرة؟ طب هنشوف الإجابة يا جماعة مع بعض في الشكل اللي جاي ده. الشكل اللي جاي ده بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا لو بفرض إن إحنا عندنا بيج تيبل أهو زي ما أنت شايف، من الممكن إن إحنا نزود له بت كمان. البت ديت بنسميها valid invalid bit، وهي بتبقى مسؤوله عن عمليه الايه البروتكشن او حمايه الذاكره. بمعنى ايه؟ بتبقى مسؤوله انها تحدد هل البيج اللي قدامك او اللي جايه ها تدخل عند الذاكره في نطاق اللوجيكال ادرس المسموح بيه ولا لا، هل هي من دول ولا لا، مش كده؟ بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت عندك بيج تيبل بالمنظر قدامك ده كده، وعندك بيج نمبر 0 1 2 3 4 5، هتقول لك في كل دول valid. يعني ايه valid؟ في 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 معناها ايه؟ معناها ان هذه الف ايه ايوه هذه البيجز متاح لها الدخول للذاكره نظرا لانها في نطاق اللوجيكال ادرس قدامك. طيب لو جات لك بيج رقم 6، هل هي valid؟ لا، معناها invalid. يعني ايه؟ ليست في نطاق اللوجيكال ده. ليه؟ لان اللوجيكال ادرس اللي قدامك ده يا جماعه زي ما انت شايف في كام ها بيجز من 0 حتى 5 بس، مفيش بيج 6. اذا في الحاله ديت عشان تحمي الذاكره من دخول بيج غريبه عن نطاق الادرس اللي قدامك ها ايوه تقوم كاتبه قدامها ايه؟ انفاليد. طيب ايه كمان يا جماعه؟ طب بص كمان، لو جاد لك بيج 7، هل هي في نطاق الادرس اللي قدامك ده؟ هل انت شايف قدامك بيج 7؟ لا، يبقى مكتوب قدامها انفاليد. اذا البت اللي قدامك دي يا جماعه فاليد انفاليد بت، تساعد على حمايه الذاكره من تدخل بيجز ليست في النطاق الادرس. جميل، يبقى اذا فهمنا ازاي بيتم الحمايه عن طريق مين؟ الفاليد والانفاليد بت. طب نقرا مع بعض كده، بيقول لك فاليد انديكيتس بتشير الى ايه؟ ذات ذا بيج ان ذات فريم از ان ذا بروسيس لوجيكال ادرس، يعني في نطاق اللوجيكال ادرس البروسيس العمليه. وايه كمان؟ اذا هي ليجال اكسس. طيب الانفاليد معناها ايه بقى يا جماعه زي ما احنا اتفقنا؟ ان هي ايه؟ the page is not is not in the process logical address، مش في نطاق اللوجيكال ادرس، اذا not legal to access، ملهاش حق انها تدخل على ايه؟ على الذاكره. جميل، طيب تعال نشوف موضوع اسمه shared pages او الصفحات المتشاركه. الفكره هنا في ايه يا جماعه؟ لنفرض ان في عندي عدد من البروسيس، وفي كل بروسيس بت ايه عايزه تنفذ صفحه، وهي الصفحه ديت عايزه تنفذها بروسيس ثانيه، وبرضه عايزه تنفذها بروسيس ثالثه. مثلا عندك البروسيس بي 1 عندها صفحه اسمها اي دي 1 عايزه تنفذها، هي نفسها البروسيس بي 2 عايزه تنفذ نفس الصفحه اللي هي اي دي 1، هي نفسها البروسيس بي 3 عايزه تنفذ نفس الصفحه اي دي 1. اذا في كام بروسيس قدامي يا جماعه؟ عندي 3 بروسيس، بي 1 بي 2 بي 3، وكل واحده فيهم عايزه تنفذ بيج متشاركه، يعني يهمها انها تنفذ اي دي 1 بي 1، وكذلك بي 2 يهمها تنفذ اي دي 1، وكذلك بي 3 يهمها انها تنفذ اي دي 1. معايا؟ ثلاثة عايزين ينفذوا نفس الايه؟ نفس البيج. هل من المنطقي يا جماعه ان احنا نخلي اي دي 1 دي تتنفذ 3 مرات؟ هل منطقي؟ لا مش منطقي. طب الحل ايه؟ فكر انت في الحل كده. صح، برافو. ان اي دي 1 تتنفذ مره واحده بس في الذاكره، لكن بمشاركه الثلاثه، الثلاثه يستغلوا انها اتنفذت. ازاي؟ ها بنعمل اكسس لاي دي 1 ده يا جماعه شايفينها ها عن طريق مين؟ ها البيج تيبل لمكان واحد بس في الذاكره. بمعنى ايه؟ بنقول لها اي دي 1 ادخلي على الفريم رقم كام؟ 3. ها وكمان ايه كمان؟ البروسيس بي 1 تقول لي يا اي دي 1 ادخلي على الفريم رقم 3. اذا يبقى رقم الفريم متشارك ما بينهم، وكذلك البروسيس بي 3 تقول لك يا اي دي 1 ادخلي على الفريم رقم 3. يبقى اذا 3 أصبحت بتشير إن الـ ED1 هتتنفذ في مكان واحد في الذاكرة حتى ها نعطي أداء أمس، مش كده ولا إيه؟ فعلاً ED1 هتسمع الكلام وتروح للإيه؟ للفريم رقم 3 وتتنفذ. كده يبقى إحنا استغلينا إيه؟ ها التشارك في الذاكرة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ED1 اتنفذت مرة واحدة بس، لكن استفاد منها كام بروسيس يا جماعة؟ 3، بي 1 وبي 2 وبي 3. معايا؟ مش افضل ما كنا نخليها ايه تتنفس 3 مرات وكانت ايه ها فعلا وكانت تحتل 3 اماكن في الايه في الذاكره؟ لا.
كده ايه اتنفذت مره واحده بس، ولكن ها الثلاثه اتشاركوا في ايه في استغلال هذه الايه هذه البيجز. تمام جميل، تعال نشوف مع بعض. بيقول لك ايه ان البيجز كان بيشيرد امونج بروسس، ممكن يتم التشارك للصفحات ما بين البروسس وبعضها البعض. جميل، وايه كمان ريد اونلي ري انترنت كود كان بيشيرد، يعني ايه اللي يتم المشاركه بس فيه هي ايه هي البيجز اللي هي ايه ري ايه ريد اونلي يعني القراءه فقط، يعني ما ينفعش تبقى للكتابه. جميل، وان الفريم ان مين ميموري كان بي ريفرنسد باي سيفرال ديفرنت بيج تيبل، يعني ممكن البيج تيبل دوت يروح لايه لايه للفريم رقم 3، وكذلك ده كمان يخصص الفريم رقم 3، وكذلك البيج تيبل دوت ممكن يدخل على الفريم ايه رقم 3. اذا رقم واحد بس ممكن يوصل له اكتر من ايه من بيج تيبل. وكمان والاوبريتنج سيستم ماست انشور، لازم يتاكد ذات افريم كان تي بي ريموفد فروم ميموري. ما نقدرش دلوقتي، لازم نتاكد ان الايه ها ان البيج اللي قدامك دي مش هتخرج من الذاكره، ان نعمل لها ريموف دي. ليه؟ لان في ثلاثه محتاجينها، ازاي هنخرجها؟ مش كده؟ خلي بالك من الاساسيات دي كلها يا جماعه، مهمه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.